مباشرة إلى رأس تنورة مع مراسلنا من هناك طارق المزود. طارق أهلا وسهلا بك معنا، أول مرة أشوفك تبتسم يعني، بس عموما يبدو أن الأجواء لها دور، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض والأجواء تزين، صح ولا لا؟ صحيح حسن، حيثما تكون درجة الحرارة منخفضة والأجواء جميلة تأتي الابتسامة، وبالتأكيد عندما تكون أنت على شاشة الإخبارية تكون الابتسامة أكثر وأعمق. حسن، حيثما انتهى الزميل خالد الجناحي رحيمة أو رأس تنورة رحيمة أتى مسماها نظرا لوجود جزء من اليابسة داخل البحر، وفي هذا الجزء هناك التيارات البحرية الحارة المشابهة للتنور، وبالتالي سميت برأس تنورة. أما رحيمة فأطلقت نظرا لأن سابقا كان موظفو أرامكو يسكنون بالقرب من عين رحيمة، هذه العين التي تتواجد الآن في مدرسة رحيمة هنا في حديقة مدرسة رحيمة. هذا أمر. الأمر الآخر حسن، هذا هو كورنيش رأس تنورة وزميلي مساعد محسن الآن يأخذ لقطات لهذا الكورنيش الذي تم تصوير جزء من التقرير في ناحية من نواحيه. هنا 36 مجموعة من الألعاب، هنا 5 ملاعب مجهزة و450 كرسي، وهناك هذا الكورنيش يأتي على مساحة 650 ألف متر مربع. أشير حسن كذلك إلى أن هنا 5 مواقع استثمارية في كورنيش رحيمة أو رأس تنورة كلا بحسب المسمى. هذه المواقع الاستثمارية قبل قليل قبل ظهورنا عبر شاشة الإخبارية حضر إلينا عدد من الأهالي هنا وسألوا عن هذه المواقع الاستثمارية، متى سيتم ترسيتها والإعلان عنها ونحو ذلك. هذه المعلومة لا أملكها، إنما المعلومات السابقة التي ذكرتها هي كانت بالتواصل مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد الصفيان. طيب في مثل هذه الأجواء يعني طارق المزهود، أين يذهب أهالي رأس تنورة أو المنطقة الشرقية في هذا الوقت من النهار في الرابعة مثلا؟ نعم حسن، هذه أوقات جميلة للذهاب والتنزه في البحر. المنطقة الشرقية من الخفجي شمالا وحتى ما بعد الأحساء جنوبا، الكورنيش الجميل جدا الذي يذهب الناس إليه تحديدا. هناك الخفجي، هناك رأس تنورة، القطيف، الدمام، وإلى الخبر كذلك شاطئ العقير في الأحساء وما بعد الأحساء. هذه ناحية. الناحية الأخرى حسن هي إلى خارج المدن حيث الرمال والناس يبدو أن يستمتعون. أنا شخصيا حسن أفضل الذهاب خارج المدينة والاستمتاع بالهدوء أكثر من التواجد في الأماكن المزدحمة، ولكل من الناس المكان الذي يفضل الذهاب إليه.